فرصة لكل الشباب انه يفكر ويبتكر ويحدد مشروع ويختاره. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستعد انه يقدم كل انواع الدعم ليه. دكتور طارق شاش دلوقتي هيوضح لنا ايه هي نسبة مشاركة مشروع او مشروع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحجم الضخ التمويلي اللي حصل في 2020 و2021. احنا العام المالي بتاعنا يعني بيبدا في 1/1 وينتهي 31/12 يعني. فاحنا في سنه 20 يعني اللي انتهينا منها ضخينا حوالي 4.5 مليار جنيه في شكل قروض. دولت راحوا لحوالي 140 الف مشروع. عادة فرص العمل بتبقى يعني ضعف هذا الرقم، فتقدري تضربي في 2 كده يطلع لك عدد فرص العمل. ولو بصينا السبع سنين الماضية بالذات اللي هي فترة رئيس الجمهورية من 2014 لحد النهاردة، يعني ان الحقيقة الدولة اهتمت في الفترة دي يمكن اكتر من الفترات السابقة بالقطاع دوت وقدمت له حاجات كتيرة يعني. فهنلاقي ان احنا ضخين حوالي 32 مليار جنيه بمليون و400 الف قرض. فده احنا بس، انما جهاز بس انما الدوله فيها البنوك. البنك المركزي كان مخصص 200 مليار في المبادره بتاعته. عندنا هيئه الرقابه الماليه ايضا يتبعها، بنسميهم تمويل غير مصرفي مش بنوك يعني، شركات التمويل متناهي الصغر دولت بيمولوا يعني المحفظة بتاعتهم حاليا فيها 3 مليون عميل بياخدوا قروض. ودي بقى اللي هما المايكرو دولت اللي هما ممكن يبقوا يعني من اصغر حاجة ممكن تشوفيها في الشارع كشك حتى يعني، لحد انت اصلا ما بتشوفوش لانه عامل مشروع في بيته. ده المتناهي الصغر. ده المتناهي الصغر. ودي قروضه يعني كانت في المعتاد 10,000 25,000، دلوقتي رفعوا الحد فيها لحد 100,000، وممكن ما يبقوش معاهم شكل المشروع الرسمي قوي يعني. وده في ليه تسهيلات ليهم برضو بحيث ان نطاق العمل بتاعهم ضيق شويه. ده الاعتماد فيهم بيبقى دايما يعني. احنا لما بنقرض عندنا حاجه بنسميها الاقراض المباشر، يعني انا كجهاز اللي مطلع قرض من عندي. والحاجه الثانيه اللي هو من خلال جهات وسيطه. جهات وسيطه دي ممكن تبقى البنوك، ممكن تبقى الجامعات الاهليه، ممكن تبقى الشركات التمويل اللي طالع جديد. وده يعني يمكن الجزء الاكبر من المباشر، لان انا لازم استفيد من الطاقات اللي موجوده في الدوله، مش لازم اخترع العجله. في لسته للناس اللي ممكن تتعامل مع بالزبط. مع الجهاز ولا في ناس، كل الناس ممكن تتعامل؟ لا يعني كل اي واحد يعني عايز يعمل. يعني الجمعيات الاهليه ممكن تتعامل برضو ولا لا؟ الجمعيات اللي هي مرخصه بممارسه نشاط التمويل ودي بترخص من هيئه الرقابه الماليه والبنوك وكذلك الشركات المرخصة من هيئة الرقابة المالية. هم دولت اللي بيبقوا من حقهم أصلا يمارسوا نشاط إعادة التمويل. فأنا موله يعني سنة دي رأس المال المخاطر هي جهة وسيطة بالنسبة لي، فأنا عشان أقدر أنتشر وأوصل لكل الفئات لازم أعتمد على كل ما هو متاح، بنية تحتية المالية والمصرفية، مش هنخترع العجلة كلها. وليه الخط بتاعي برضو الا لما بلاقي ان في فئات محدش عارف يخدمها من كل دولت انا بتوكل على نفسي. عايزين نعرف بقى يعني حجم المشروع المتوسط ايه ماليا والصغير والمتناهي الصغر ماليا بالارقام. القانون عرف يعني ايه صغير ويعني ايه متناهي ويعني ايه متوسط. فالتعريف مبني على حجم المبيعات. اذا كان حجم المبيعات السنوي لحد مليون جنيه ده مشروع متناهي الصغر. حجم مبيعات او ايرادات، لان طبعا في مشروعات بتبيع سلعه وفي مشروعات بتبيع خدمه يعني. المهم ان الايراد اللي بيجي له ما بيزيدش في السنه عن مليون جنيه. فده احنا في نطاق المتناهي. من مليون ل 50 مليون ده في نطاق الصغير، من 50 ل 200 مليون ده في نطاق المتوسط. اكتر من كده دي مشروعات ضخمه. ده اذا كان المشروع قائم. ليها شروط الانوفيشن او المشروعات اللي هي خاصه بالابتكار يعني في مجالات ايه؟ زي مثلا مجال التكنولوجي، في اي مجال، التطبيقات الالكترونيه، الطاقه الجديده المتجدده، في كل المجالات دي. اي مجال ممكن يقدم فكره جديده واعده، حاجه ما اتعملتش. فكره جديده يعني حاجه ما اتعملتش. الاي تي من احد
المجالات اللي دايما يعني بتتعمل على اساس ان كان في خدمات كتيره جدا بتتقدم بشكل يعني مانوال يعني مش الكتروني يعني اقصد، فبتبقى الفرصه في انك تقدم الخدمه دي بشكل الكتروني في حد ذاته نوع من التجديد. يعني هو اوبر ده ايه؟ ما احنا ما عملش حاجه جديده، هو التاكسيات فكره بس بس انت عملت ابلكيشن، الابلكيشن دي قدمت السيرفيس بشكل احلى، ده في حد ذاته انوفيشن. وفي من ده كتير بقى في يعني كل يوم بنسمع عن شركات دلوقتي اونلاين اللي يجي يصلح لك حاجه في البيت وتخش على المنصه، يعني خدمات متنوعه. فطبعا في نسبه كبيره جدا يعني منهم بتبقى ابلكيشنز مثلا، نسبه كبيره يعني لان المجال فيها كان مفتوح وكده. لكن في افكار اخرى يعني بتعتمد على مش الاي تي، طبعا الاي تي اصبح شيء مشترك يعني، بس يعني مش اساسها ان انا عندي خدمه كانت بتقدم بشكل عادي فانا بقدمها بشكل الكتروني، لا هو انوفيشن جديد يعني.